والمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة. أهلا بك أستاذ جبالي. بداية يعني تطوير القطاع العام استولى على اهتمام كبير من جانب الدولة يعني في الفترة الماضية، برأيك كيف ستؤثر التعديلات الجديدة على أو في القانون على استنهاض هذا القطاع؟ أولا أشكر معاليك يا فندم، بس هو لسه القانون لم يعرض على مجلس النواب، هو مشروع قانون. نعم يعني في حال تطبيقه يعني أستاذ جبالي. أيوة ماشي يا فندم، بس أنا أوضح بس عشان المشاهدين يعرفوا. نعم شكرا للتوضيح. القانون مسودة مشروع قانون وزارة قطاع الأعمال عاملاه وهيعرض على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويتم مناقشة المواد مادة مادة وقابل للحذف والإضافة، ثم يعرض على مجلس الوزراء ثم على مجلس النواب ويدخل لجنة القوى العامة. بالنسبة للقانون، هو فعلا لابد من قانون 203، كان لازم انه يتغير، لان قانون 203 في اكثر من حوالي 29 سنة مكبل الشركات. اللائحة التنفيذية بتاعت قانون 203 ما مدياش فرصة للشركات انها تستثمر او في المشاركة مع القطاع الخاص، فكان الزاما علينا كعمال وتصريحات السيد وزير قطاع الاعمال وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بأن لابد أن ننظر نظرة ثاقبة، ونظرة رئيس الجمهورية كانت نظرة ثاقبة في تعديل القانون 203 حتى يتم الشركات، هناك شركات في حدود 220 شركة فيها 54% هذه الشركات خاسرة بسبب قانون 203، لأنه عفى على الزمن وتغيرت الأوضاع حاليا الاقتصادية وأوضاع الاستثمار، فكان الزمن علينا وبناء على توجيهات السيد الرئيس في تعديل في مشروع وتعديل قانون القطاع العام. طيب برأيك سيد جبالي كيف سيخدم هذا القانون الاقتصاد المصري بشكل عام؟ لابد أن يكون القانون مواكبا للعصر اللي احنا فيه. القانون مضى عليه فترة زمنية طويلة زي ما قلت لحضرتك يا فندم، وحاليا لابد ان يكون هناك قانون لا يكبل الشركه ولا مجلس اداره الشركه من العمل في ظل الاقتصاد الحر الموجود حاليا. نعم اريد ان اشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف السيد جبالي المراغي رئيس لجنه القوى العامله.